ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثار مستشفى ابن سينا بالرباط الجدل بسبب إعطاء موعد لمريض يبعد ما يقارب السنة عن تاريخ أول كشف له بذات المؤسسة الاستشفائية. وبحسب وثيقة مختومة من طرف إدارة المستشفى، فقد تم استقبال والكشف على المريض بتاريخ 16 دجنبر الماضي، إلا أنها حددت له موعدا مواليا في 16 من أكتوبر 2022. ويتعلق الأمر برجل يحمل بطاقة راميد، وهو نظام المساعدة الطبية، وتم تشخيص مرضه على أنه مرض شائع دون تحديده بالإسم. وفي الوقت الذي حددت فيه إدارة المستشفى أزيد من 10 أشهر للمريض من أجل العودة إلى المستشفى، فإن هذا الوقت كفيل بأن تتضاعف فيه صحة هذا المرتفق أو أن يصيبه فيه ضرر متقدم.